السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب هنتكلم في الفيديو ده عن جزء كده يعني خاص بيه اللي هو الكوميونتي هو جزء صغير كده معانا في الأطفال وهو البريفنتيف ميديسين أند الفاكسينيشن البريفنتيف ميديسين اللي معانا فيه اللي هو البيدياتريك هم ثلاثة هم ثلاث انواع يعني في البريفنشن عندنا في برايمري بريفنشن وفي اللي هو السكندري بريفنشن وفي التيرشري آه بريفنشن ايه الفرق ما بين الثلاثة اول حاجه كده اللي هو البرايمري البرايمري بريفنشن ده بيكون يعني قبل ما المرض يحصل يعني بيكون يعني الشخص او الطفل احنا معانا بقى بنتكلم في البيدياتريك فهيكون الطفل معانا طفل طبيعي ما فيش فيه اي حاجه بندي له مثلا فاكسين قبل ما يظهر عليه المرض او قايه من الايه من المرض فده بيكون الطفل لسه ايه لسه هيلسي ده البرايمري بريفنشن في السكندري بريفنشن ده بقى بيكون يعني الطفل خلاص جاله المرض ولكن لسه ما ظهرش عليه اعراض فاحنا بنعرف ازاي اللي هو اصلا الطفل ده مصاب عن طريق سكريننج فهو السكريننج ده هو ده بقى السكندري بريفنشن يبقى السكندري بريفنشن بيبقى الطفل مصاب ولكن لسه ما ظهرش عليه الاعراض طب بقى لو ظهر عليه الاعراض لو ظهر عليه الاعراض بقى بيخش دور مين اللي هو التيرشري بريفنشن بنبدا ان احنا نعمل اللي هو الريهابيليتيشن عشان ما يحصلش كومبليكيشن يعني بنبدا ان احنا يعني ايه نحمي الطفل ده من ان يدخل في ايه ؟ في كومبليكيشن وفي الاخر يموت مني يبقى انا عندنا ثلاثه آآ بريفنشن اول اول حاجه اللي هو البرايمري بريفنشن ده بيكون الطفل لسه هيلسي لسه اصلا ما خدش الايه المرض لكن لو خد المرض ولسه اسيمتوماتيك لسه ما ظهرش عليه اعراض بيبقى ده دور مين اللي هو السكندري بريفنشن اللي هو عن طريق ان انا بعمل سكريننج بعد كده بقى هو اتصاب وبدا يظهر عليه الاعراض كمان يدخل دور مين بقى اللي هو التيرشري بريفنشن عشان امنع الكومبليكيشن امنع ان الطفل ده يدخل في كومبليكيشن وفي الاخر يضاي تمام ده كده اللي هم الثلاث انواع بتوع مين اللي هو البريفنشن عندنا بعد كده في مقدمه كده كنا واخدينها في الثانوي عن الايميونيتي المناعة، المناعة دي هي ايه اصلا؟ هي قدرة الهوست ان هو يقاوم الايه؟ الانفكتيف ايجنت، يبقى قدرة الطفل ان هو يقاوم المرض. عندنا في اتنين، في حاجة اسمها سيل مدياتيد اميونتي وفي حاجة اسمها الهيومورال اميونتي. الهيومورال اميونتي ده اللي هي الـ B سيلز اللي هي مين؟ الخلايا الباقية. لكن اللي هو السيل mediated Immunity ده اللي هي الخلايا التائية اللي هي التي T سيلز. بعد كده عندنا ايه هم الانواع بتوع المناعه عندنا في مناعه طبيعيه اللي هي النيتشرال وفي مناعه مكتسبه اللي هي الارتفيشال المناعه الطبيعيه ده يعني يعني من جوه الجسم بتاعك عن طريق ان انت مثلا خدت عدوى وبعد كده جالك مناعة منها بقى اللي هي بتبقى active يا يعني إما clinical أو سب كلينيكال يبقى عندنا أنت خدت عدوى دلوقتي بعد كده بيجي لك مناعة إيه ضد إيه اللي هو العدوى دي يبقى ده كده active immunity وبتبقى ده مناعة طبيعية أنت مش واخدها من بره ولا حاجة في اللي هو الباسيف يعني انت اصلا يعني ما تعبتش فيها اللي هو بتيجي عن طريق ايه بقى اللي هو الترانس بلاسينتا اللي هي بتيجي للطفل من عن طريق الايه عن طريق مامته اللي هو عن طريق الايه البلاسينتا ده برضو مش مش تعبان فيها فعشان كده اسمها ايه باسيف يبقى عندنا الناتشرال اميونيتي حاجتين في اكتيف اكتيف وفي الباسيف الباسيف ده انت ما تعبتش فيها فبتيجي عن طريق اللي هو الترانس بلاسينتا تمام ده انا ما فاكسين ولا اميونوجلوبين فهي ايه مناعه طبيعيه وممكن بقى انت تاخد عدوى وبعد كده يجي لك مناعه من العدوى دي فبتبقى ده الاكتيف وبتبقى برضه مناعه طبيعيه طب المناعه المكتسبه اللي انا واخدها من بره يا اما اخد فاكسين يا اما اخد اميونوجلوبولين لو خدت فاكسين يبقى ده اكتيف اميونيتي يبقى ده اكتيف إيميونيتي ولكنه ارتفيشال طب لو خدت اميونوجلوبولين الاميونوجلوبولين يبقى ده باسيف إيميونيتي زي مين زي اللي هو التيتانوس اللي ايه اللي هو التيتانوس في اميونوجلوبولين برضه وفي الفاكسين بتاع التيتانوس فلو خدت الفاكسين ده اكتف لكن لو خدت الاميونوجلوبولين ده باسيف اميونيتي وباخده من بره يبقى ده ارتفيشال ده مش ده مش ناتشرال هنتكلم بقى بعد كده عن اللي هو الفاكسين عندنا الفاكسينات اللي معانا اللي هي الاوبليجاتوري اللي هي لازم تتاخد اول ما الطفل يتولد عندنا في اللي هما هما سته هنتكلم عن اول خمسه مهمين والاخير ده اللي هو الاتش انفلونزا اللي هي البكتيريا تمام اللي هي الاتش انفلونزا فاكسين الخمسة التانيين اللي هم البي سي جي فاكسين اللي احنا بنديه ليه, ليه مع, مع اللي هو التي بي الدي بي تي فاكسين وده اللي هو الدي اللي هي ديفتيريا والبي اللي هي البرتسس والتي اللي هي الايه التيتنس عندنا بعد كده البوليو فاكسين اللي هم كان عنده نوعين اللي هم بتوع شلل الاطفال اللي هم السولك فاكسين والسابين السابين دي بيتاخد اورال والسولك ده بيتاخد ايه انترا ماسكول عندنا بعد كده في اللي هو الام ام ار فاكسين اللي هم مين اللي هم الميسلز والمامبس والايه والروبيلا عندنا كنا بنبدا قبل كده حاجه اسمها الميسلز فاكسين هنقول عنه كلمتين كان بيتاخد لوحده قبل كده لكن دلوقتي ما عادش بيتاخد لوحده يعني عندنا بعد كده فيه هيباتايتس بي فاكسين هيباتايتس بي فاكسين اول خمسه دول هنتكلم عنهم الوقت يعني انت مطالب انك تعرف كل فاكسين النيتشر بتاعته والدوز بتاعته وبيتاخد امتى السن اللي بيتاخد فيه آه وايه الكومبليكيشن وايه الكونترا انديكيشن دي الحاجات اللي انت مطالب تعرفها عن كل فاكسين من دول يبقى احنا عندنا اهم خمسه البي سي جي والدي بي تي والبوليو واللي هو الام ام ار فاكسين وهيباتيتس بي فاكسين وفي بس اعرف ان احنا معانا برضو من ضمن الاوبليجاتوري ممكن تدي اللي هو الاتش انفلونزا فاكسين اللي هو البكتيريا مش الفيروس هنبدا في اول واحد معانا وهو الـ الـ البي سي جي فاكسين البي سي جي فاكسين قلت لك احنا بنديه لمين بنديه للي هو التي بي بنديه مع مين مع المريض اللي عنده ايه تي بي قلت لك احنا هنبدا نعرف كل اه يعني كل واحد في اللي هو الفاكسينات اللي معانا لازم نعرف لازم نعرف ايه النيتشر اه بتاعته اللي هم كلهم هيبقوا لايف اتنويتد فاكسين ما عدا ثلاثه واحنا بنتكلم كده هنقولهم وفي الاخر هنجمعهم يبقى انا كل الفاكسينات اللي احنا هنتكلم عنها هتبقى لايف اتنويتد فاكسين ما عدا ثلاثة اللي هنيجي لما مع... نيجي عند كل واحد فيهم هنقوله وفي الاخر هنجمع طب اللي هو البي سي جي فاكسين ده بديه امتى يعني ايه السن اللي انا بديه عنده قال لك بديه في اول ما الطفل يتولد في اول اسبوع آه وممكن أست... يستمر معاه لشهرين اللي هم لمده 40 يوم يبقى عندنا من اول آه ما يتولد لحد 40 يوم ممكن اديله ايه اللي هو الفاكسين أه قال لك لو عدى سنه لو عدى سنه بقى من يعني وما خدش الفاكسين ده هبدا ان انا ما يعني ما ينفعش ان انا اديه على طول كده لا لازم اعمل اللي هو حاجه اسمها التيوبركلين تيست هعمل التيوبركلين تيست لو طلع نيجاتيف هديله الفاكسين لو طلع بوزيتيف زي ما هنشوف هنا كونترا انديكيشن يبقى لو طلع بوزيتيف بعد سنه يعني هو الطفل اجى الوقت عدى عليه سنه وما خدش الفاكسين انا قلت لك هو بيتاخد في اول 40 يوم لو ما خدش الفاكسين وعدى عليه سنه هبدا اعمل له تيوبركلين طلع نيجاتيف هديله الفاكسين، طلع بوزيتيف مش هديله الفاكسين وده من ضمن الكونترا اندكيشن. طب البوستر دوز؟ البوستر دوز ما بديهاش كده وخلاص برضو لازم انا اعمل توبر تيست ونفس الفكره. يعني هي نفس الفكره اللي فاتت. لو كان نيجاتيف هديله الفاكسين، لو كان بوزيتيف مش هديله الفاكسين وده بيتاخد في المراحل بتاعت الايه؟ المدارس. عندنا بعد كده في اللي هو الدوز، الدوز بتاعته بتبقى كام؟ قال لك في النيونيت بنديله 5%، لكن في الاوردر بيبقى كبير شويه فهنديله ايه؟ 1 من 10 مللي، ولازم خد بالك بقى من دي ان هو لازم يتاخد انترا ديرمال، لازم يتاخد ايه؟ انترا ديرمال، يعني يكون ديب انجكشن، لازم تدخلها جوه قوي، فاللي هو الانترا ديرمال، عشان لو اتاخد ساب كوتونوس هيعمل لي في الكومبليكيشن اللي هو اكزيلاري لينفادنايتس يبقى عندنا لو اتاخد غلط ويتاخد ساب ممكن يدخل الطفل في مشاكل اللي هي زي الأجزلة الليمفادينيتس وممكن يعمل ابسس كمان ده لو اتاخد غلط يبقى هو بيتاخد ايه انترا ديرمال آه وبيتاخد فين بقى اللي هي علامه بقى يعني عند ال... في العالم كله بتبقى معروفه ان هو بيتاخد في الليفت ديلتويد ماسل وخد بالك من دي أعدلها ده مش ات ده ليفت تمام اللي هو الليفت دلتويد ماسل اصلا اللي بيبقى واخد الفاكسين ده بيتعرف عن طريق السكار اللي بتبقى موجوده في الليفت دلتويد اهو الرياكشن بتاعه بيعمل لي سمول بابيول وبعد كده يعمل لي كروستيشن وبعد ست اسابيع ل اسابيع يعمل لي بيرمننت بيرمننت سكار بتفضل فاضله بتفضل معاه بقى ليه؟ لانه قلت لك انا بح ان انترا ديرمال ديب انجكشن فبيسيب سكار السكار ده بقى اللي انا بعرف منها الشخص ده خد الفاكسين ولا ما خدوش فده علامه يعني علامه على مستوى العالم كله بيتعرف منها ايه اللي هو البي سي جي فاكسين فانت بيتاخد فين بيتاخد في الليفت ديلتويد مصر قلت لك من ضمن الكومبليكيشن بتاعته ان هو لو اتاخد صب كوتينوس ممكن يعمل لي اكزيلا او ابسس وده الليمفادينيتس ده عالجه عن طريقة اديله ايه اديله ايزونيازايد عندنا بعد كده ممكن يحصل رياكتيفيشن رياكتيفيشن للي هو الديزيز ده لو كان الطفل اللي انا بديله الفاكسين ده مناعته ضعيفه اصلا هو لو مناعته ضعيفه ما ينفعش ياخد الفاكسين ولو كان ال... الفاكسين ده تدته له ده امبروبر فاكسين عندنا بعد كده بقى اللي هو الكونترا انديكيشن يعني مين اللي ما ياخدوش اللي هو الفاكسين ده اول واحد معانا اللي مناعته ضعيفه انا لسه قايل لك فوق اصلا ممكن يحصل له رياكتيفيشن بسبب المناعه ضعيفة ما ينفعش ياخده عندنا بعد كده في اللي هو اللي قلنا برضه اللي هي التوبركلين بوزيتيف قلت لك لو بوزيتيف مش هديله لكن لو نيجاتيف لو نيجاتيف هديله ايه الفاكسين عندنا الديبليتيتنج ديزيز الديبليتيتنج ديزيز ده بيكون في الامراض يعني اللي هي بتقلل المناعه او بتقلل بتضعف جسم الشخص ده وممكن تاثر على كمان ايه البرين زي مين مثلا زي اللي هو الروماتويد ارثرايتس مثلا او عندنا برضه اللي هو المصر ديستروفي عندنا فيه اللي هو كمان ممكن برضه كانسر عندنا مثلا اللي هو المالتيبل سكروز اي مرض يقلل المناعه او ياثر على الجسم ويضعفه ده آه ديزيز ده ما ينفعش ان انا اديله ايه بي جي انا لسه قايل لك واحد عنده نقص في المناعه ما ينفعش ياخد طب برضه السفير مال نيوتريشن ما ده برضه مناعته ضعيفه تمام فده بريماتيور انفنت اللي هو بيبقى عنده سيفير مال نيوتريشن ده برضه ما ينفعش ياخده الاكيوت فبرايل ديزيز اللي بيكون درجة الحرارة بتاعته أكتر من سبعة وتلاتين درجة ونص ده برضه ما ينفعش ياخد البي سي جي يبقى عندنا البي سي جي ده النيتشر بتاعته لايف اتنيويتد فاكسين بنديه للطفل اللي بيكون عنده تي بي, بي بيتاخد في أول أربعين يوم من حياة الطفل لو فضل الطفل عدى عليه سنه وما خدش الفاكسين ما ينفعش ان انا مره واحده لازم اعمل له توبركلين تيست لو كان نيجاتيف هديله الفاكسين ولو كان بوزيتيف مش هديله الفاكسين وهيبقى كونترا انديكيشن الدوز بتاعته بتبقى 5 من 100 ملليتر عند النيونيت ولو كان كبير هديله ايه هديله واحد 1 من 10 ملي لتر ما حته اللي هو بيتاخد انترا ديرمال في الليفت دلتويد مصر وعدل دي فلازم يتحقن جوه قوي فبيعمل لي ايه؟ بيعمل لي سمول بابيول ويعمل لي كراستيشن وبعد 6 ل 8 اسابيع بيبدا ان هو يسيب لي بيرمننت ايه؟ سكار لو اتحقن غلط ممكن يعمل لي إيه أكسيلر لمفادانيتس وده بقى وابسس وده بيعالجها عن طريق ايه؟ الايزون ممكن يحصل رياكتيفيشن للديزيز تاني بعد ما ادي الفاكسين لو انا مدي فاكسين غلط اصلا او مش مناسب او ان الطفل ده مناعته ضعيفه اميونو كومبرومايز فالكونترا انديكيشن اول واحد معايا هو مين اللي هو اميونو كومبرومايز بعد كده في انا قايل برده فوق إنه هو التوبركلين بوزيتيف مش بياخد الفاكسين بعد كده في اللي هو السيفير مال نيوتريشن ما ده برده مناعته بايظه اللي هو البريماتور انفنت ده سيفير مال نيوتريشن الديبليتيتنج ديزيز نفس الكلام فهو الحوار كله حوالين ايه المناعه ان مناعته قليله ما ينفعش ياخد الفاكسين ده الديبليتيتنج ديزيز ده واحد ضعيف وعنده امراض بتقلل له المناعه وبتضعف له جسمه وبتأثر كمان على البرين زي ما قلت لك منهم مثال اللي هو الروماتويد ارثرايتس فده برضه ما ينفعش اديله له فاكسين لو واحد بقى عنده درجه حرارته عاليه قوي وكانت اكيوت اللي هو اكتر من وعدت كمان اللي هو 37 درجه ونص ده برضه ما ينفعش ياخد ايه الفاكسين ده كده اللي هو البي سي جي فاكسين ده كان اول واحد معانا بعد كده بقى اللي هو الدي بي تي فاكسين وزي ما قلنا ان الدي بي تي فاكسين هو اختصار ايه الدي ديفتيريا والبي بيرتسس والتي اللي هو التيتانوس عندنا الاثنين اللي هما الدفتريا والتيتانوس الاثنين اللي, اللي في الطرف دول الدفتريا والتيتانوس الاثنين دول توكسويد يبقى الدفتريا والتيتانوس دول اللي هو النيتشر بتاعت احنا مش قلنا كل ما نخش على فاكسين هنقول النيتشر بتاعته قال لك هو النيتشر بتاعته هنا حاجتين هنقسمها اللي هو الدي والتي اللي هما الدفتريا والتيتانوس الاثنين توكسويد لكن البرتصص ده كيلد فاكسين يبقى احنا عندنا اتنين اصلا انا بعد سبع سنين مش هينفع اعدي ده يعني اهو هنا نو دي بي تي افتر 7 يعني بعد سبع س... بعد سبع سنين مش هينفع اعدي دي بي تي فاكسين ليه لان اصلا البرتيسس مش بتيجي ايه مش بتيجي بعد السبع سنين فمش هينفع بعد سبع سنين اديله دي بي تي لكن لو احتاج ان هو بقى يتطعم ضد اللي هو الدفتيريا والتيتانوس له الدي تي فاكسين اللي هو التوكسويد يبقى انا بعد سبع سنين مش بدي الدي بي تي لو لكن لو احتاج بدي الدي تي تمام وبعد كده بديله بوستر دوز بقى بعد اللي هو 18 شهر او او كده يعني بعد 18 شهر وبديله كل 10 سنين بقى اللي هو الدي تي بديله بعد كده بعد كده يعني بعد ما خلاص اديله البوستر دوز وكده كل 10 سنين بقى بياخد الدي تي لكن ما عادش ياخد مين الدي بي تي يعني البي ده بعد سبع سنين خلاص بعد سبع سنين بعد سبع سنين البرتصص فاكسين ده ما عادش يتاخد لكن ممكن اديله التاني لو احتاجه المعلومه دي مهمه برضه يبقى عندنا الناتشر قلناها بيتاخد امتى؟ 2 4 6 ومعانا ثلاث فاكسينات هنقولهم كمان شويه في الاخر بيتاخدوا عند 2 4 6 الجرعه بتاعته بتبقى 2 من 10 ملي لتر اه انترا اه ماسكولار 2 من 10 ملي لتر ايه؟ انترا مسكول ده مين اللي هو الدي بي تي وبيتاخد يعني في في اللي هو اللي هو اللاتيرال اسبيكت بتاعه الصاي في نص الصاي كده من بره في نص الصاي من بره وبتدي له ايه اللي هو الفاكسين ده بيتاخد انترا ماسكول عندنا البوستر دوز بتاعته قلت لك اهو بعد 18 شهر يعني بعد 18 شهر ابدا اديله ايه البوستر دوز بتاعته وما يتاخدش بعد كده بعد 7 سنين لو احتاج اديله دي تي ما اديلوش ايه الدي بي تي يعني البي خلاص اشيل البي ده اللي هو البرتصص ده ما عادش ينفع يتاخد بعد 7 سنين بعد كده بقى الكومبليكيشن بتاعته قال لك ممكن يعمل لي مايلد فيفر وممكن يسيب السويلنج مكان الحقنه او يبقى فيه وجع مكان ايه الحقنه ده حاجات ايه مايلد ماشي ده مقدور عليها عندنا بعد كده بقى اللي هو المودريت اللي هو ممكن يخلي الطفل يعيط لمده اربع ساعات انا بقول لك يعني الحقنه بتبقى بتسبب تندرنس فممكن يخلي الطفل يعيط لمده اربع ساعات لو عدى عدى الاربع ساعات وف يعني مثلا الطفل فضل يعيط لمده يوم ده كونترا انديكيشن يعني ده بيبقى من ضمن الكونتر انديكيشن تحت اهو لو اللي ده اكتر عدى الاربع ساعات او مثلا دخل في يوم كامل ده من ضمن الكونترا انديكيشن قال لك ممكن يعمل لي شوك لايك سندروم ممكن يظهر عليه الايه الساينس بتاعت ايه الشوك عندنا ممكن كمان يعمل لي انكفالايتس ويدخل بعد كده في انكفالوباسي فعندنا عندنا الدي بي تي ايه خطر الدي بي تي مش يعني مش سهل مش اي حد كده ياخده فعندنا في ثلاث فاكسينات بكسي. اصلا بيعملوا لي انكفالايتس ده واحد منهم ومن ضمنهم الميسلز زي ما هنشوف بعد كده بس الميسلز ما عادش بيتاخد وفي بقى اللي هو الام ام ار اللي هو بقى بيتاخد مكان الميسلز اللي بيكون في ميسلز اصلا ومعاه المامبس والروبيلا ده الاثنين دول بيعملوا لي انكفالايتس آه يبقى عندنا آه ده الرياكشنز في الاول بيعمل لي حاجات مايلد زي الفيفر وسويلنج مكان الحونه وتندرنس آه بعد كده في المودريت بقى بيخلي الطفل يعيط لمده آه اربع ساعات او اكتر آه انما لو فضل لمده يوم ده كونترا انديكيشن ممكن يعمل لي شوك لايك سندروم وممكن آه يخلط ياثر على البرين ويعمل لي ايه انكفالايتس وبعد كده يدخل في ايه فلو عنده الطفل عنده مشاكل في البرين مش هياخد الايه الفاكسين ده لأنه هو اصلا بيأثر على البرين فهي ايه هيزود اللي هو اللي هو الاصابه بتاعته كمان فده ما ينفعش ياخد عندنا بعد كده بقى اللي هو الكونترا اندكيشن احنا قلنا اتنين منهم اللي هو اللي تحت دي قلت لك لو حصل انكفالايتس ما ينفعش ايه آه بيعمل انكفالايتس فما ينفعش لو كان عنده نورولوجيكال ابنورماليس ما ينفعش ياخده بعد كده لو الكراينج عدى اليوم يعني فضل لمده يوم كامل ده برضه ما ينفعش ياخده عندنا قلت لك بيعمل فيفر قلت فوق من ضمن الحاجات بيعمل فيفر فلو كان عنده فيفر 40 درجه سيلسيوس وفضلت معاه لمده يوم كامل ده برده مش هينفع ياخده لو حصل سيفير رياكشن سيفير رياكشن اللي احنا قلناهم فوق دول اللي هم مايلد فيفر ولوكال سويلنج وتندرنس كل الحاجات دي بقت ايه بقت سيفير ده برده ما ينفعش ياخده عندنا برضو الاثنين دول احنا قلناهم فوق اللي هم الاكيوت فيبرايل ديزيز والايه الديبليتيتنج ديزيز ده برضو من ضمن الكونترا اندكيشن ده كده الايه الدي بي تي عندنا بعد كده بقى اللي هو البوليو آه فاكسين البوليو فاكسين اللي هو بتاع عشان الاطفال عندنا نوعين احنا كنا واخدينهم في المايكرو قبل كده واحد بيتاخد بارينترال اللي هو السولك وواحد بيتاخد اورال دروبس اللي هو الايه السابين اللي بيتاخد بارينترال ده بيبقى كيلد فاكسين ده الثاني معانا اللي مش بيبقى لايف اتنويت قلت لك عندنا ثلاثه ده الثاني احنا قلنا الدي بي تي آه في قسمناه ديفتيريا او تيتانوس دول توكسويد والبرتيسا سكيلد ومعانا ادا السوك ده كيلد اللي هو السولك فاكسين ده كيلد ولسه معانا كمان واحد في الاخر اللي هو هيباتايتس بي هيبقى ايه ده دي ان اي تكنولوجي فدول بس الثلاثه اللي معانا مش لايف اتنيويتد لكن الباقي كله لايف اتنيويتد فعندنا هنا السابين هو لايف اتنيويتد والاثنين اللي, اللي فاتوا كانوا لايف اللي فات قصدي كان واحد فيهم اللي هو البي سي جي لايف اتنيويتد فانا زي ما قلت لك هنجمع التجميع دي في الاخر هتبقى كلهم لايف اتنيويتد ما عدا ثلاثه ده واحد منهم اللي هو مين اللي هو السولك فاكسين السولك فاكسين ده ان اكتيفيتد بوليو فاكسين اللي هو ان اكتيفيتد بوليو فاكسين آه بيحصل له ان عن طريق اللي هو الفورمالدهيد يبقى احنا عندنا اصلا السولك فاكسين مش بيتاخد في مصر عشان كده مش هنتكلم عنه اللي, اللي هو السولك فاكسين بيتاخد ايه انترا ماسكولر آه بيتاخد انترا ماسكولر نص مللي ده اللي ايه السولك فاكسين والكيلد فاكسين زي ما قلنا هنتكلم بقى عن اللي هو الاورال بوليو فاكسين او اللي هو السابين السابين ده زي ما قلنا اوت لايف اتنيويتد فاكسين قال لك لو يعني بيفضل لمده ستة اسابيع بعد ما الطفل ياخده بينزل في الاستول يعني بينزل في الاستول لمده ستة اسابيع بعد ما ايه بعد ما الطفل ياخده أه بيتاخد امتى؟ ده من ضمن الاتنين اربعة ستة اللي هم اللي هو الوقت ده معانا اللي هو الاورال أه بوليو فاكسين اللي هو السابين ومعانا الدي بي تي اللي احنا قلناه وكمان لسه هناخد اللي هو هيباتيتس بي الاتنين دول بيت... الثلاثة دول بيتاخدوا اتنين اربعة ستة. أه عندنا بعد كده البوستر دوز بعد كده عند 18 شهر. أه عندنا بعد كده ال... ايه المزايا بتاعته؟ المزايا بتاعته بتاعت اللي هو البوليو آه، فاكسين ده اللي هو بيعمل ايه؟ انا بديه اصلا بديه عشان امنع البوليو فبيعمل لي اريديكشن للبوليو ومن ضمن كمان المزايا ان هو آه، سعره آه، رخيص واللي هو بيبقى ايزلي ادمنستريشن آه، بتاخد عن طريق الاورال يعني. آه، كمان المناعه اللي بتيجي عن طريقه بتبقى هاي ليفل اميونتي بيديني الاثنين المناعه اللي هو السيل ميدياتد وبيديني كمان ايه؟ الهيومرال بيديني الاثنين اللي, اللي هو مين؟ اللي هو الاورال آه، بوليو فاكسين. يبقى عندنا الوقت البوليو فاكسين هو ايه اتنين عندنا في واحد بيتاخد بارينترال وده مش مهم معانا في مصر اللي هو السولك فاكسين وده ان اكتيفيتد بوليو آه فاكسين ده آه النيتشر بتاعته بتبقى بيبقى كيلد فاكسين آه لكن بعد كده المهم معانا هو الاورال آه الاورال بوليو فاكسين اللي هو السابين ده بيبقى لايف اتنويتد بينزل في الستول لمده ست اسابيع بعد ما الطفل ياخده قال لك بيتاخد امتى؟ 2 4 6 شهور والبوستر دوز بعد كده عند 18 شهر زي ما هنشوف الجدول في الاخر خالص في التجميع بعد كده الادفانتجز بتاعته ان هو بيعمل لي اراديكشن للبوليو انا بديه اصلا ليه بديه عشان البوليو مايلايتس عندنا بعد كده سعره رخيص وبيبقى سهل ان هو يتاخد بيتاخد عن طريق الاورال فبيبقى ايه سهل في الادمنستريشن بعد كده الاميونيتي بتاعته بتو... بيديني هاي ليفل من الاميونيتي اللي هو بيديني النوعين اللي هو السيل ميديتد اللي كانت معانا في الاول قلناها دي T-cells والهيومرال اللي كانت مين B-cells ده كده البوليو فاكسين بعد كده بقى الميسلز فاكسين قلت لك ما عادش بيتاخد لوحده ده برضه لايف اتنيويتد فاكسين بيتاخد امتى؟ بيتاخد عند الشهر التاسع الدوز <تدوس> بتاعته بتبقى نص ملي سبك تنوس <تدوس> الدوز بتاعته بتبقى كام نص ملي سبك وبتتاخد في اللي هو الابر رايت ارم الكونترا <تدوس> اندكيشن بتاعته ده برضو لو واحد مناعته قليله والاكيوت فبرايل ديزيز ومن ضمن الكومبليكيشن <تدوس> بتاعته اللي انا لسه قايلها لك قلت لك في الاول قلت لك عندنا في اتنين بيعملوا انكفالايتس اللي هم الميسلز فيروس اللي هو الميسلز فاكسين والدي بي تي دول الاثنين اللي معايا بيعملوا لي فلايتس. تحت هنا هقول لك برضو بيعمل لي صاب اكيوتس سكلوروزنج بان انكفلايتس اللي هو الدوسن سندروم بسبب برضو ان الام ام ار فيه ميسلز تمام فهو اصلا سبب الإنكفاليتس هي الميسلز فيروس اساسا تمام يبقى عندنا ده ما عادش مستعمل اللي هو الميسلز لوحده ده الميسلز فاكسين ده هو لايف اتنيويتد فاكسين بديه في الشهر التاسع كان بي... هنقول بقى كان بقى كنا بنديه في الشهر التاسع الدوز بتاعته عندنا نص ملي سب كوتينوس وبيتاخد في اللي هو الابر رايت ارم وبتحت ده برضو الام ام ار برضو بيتاخد نص ملي سب كوتينوس في الابر رايت ارم برضو عندنا بعد كده الكونترا انديكيشن بتاعه هو ما بيتاخدش مع اللي هو الطفل اللي بيكون عنده نقص في المناعه ويمينو كومبرمايز او عنده اكيوت فيبرايل ديزيز والكومبليكيشن اللي بيعملها هي واحده بس هي الانكفالايتس ومميزه مع الايه مع الميسلز فيروس عندنا بعد كده بقى اللي هو الام ام ار اللي هو مين اللي هو الميسلز مامبس روبيلا ده برضه لايف اتنيويتد بيتاخد فين قال لك هو هنا مكتوب ان هو بيتاخد عن 18 شهر الكلام ده بره لكن في مصر هنا عندنا بيتاخد الام ام ار عند سنه من 9 شهور كده ل 12 شهر اللي هو عند سنه يعني يبقى عندنا الام ام ار في مصر بيتاخد عند كام عند سنه الكونترا اندكيشن بتاعه برضو زي اللي فوق برضو لو منعته قليله مش هياخد وبرده مين البريجنانسي البريجنانسي مش هديها الام ام ار الكومبليكيشن بتاعته بيعمل لي ايه بيعمل لي فلايتس بسبب برضه ان هو فيه ميسلز آه فبيعمل لي حاجة اسمها مميزة بقى معاه اللي هو صب اكيوت Sclerosing آه آه بان انكفاليتس اللي هو الدوسن سندروم ده بيعمل لي مشاكل في اللي هو السي ان اس فهو بروجريسيف نيورولوجيكال ايه اوردرز بيعمل لي مشاكل فين في السي ان اس ويعمل لي انكفاليتس وقلت لك السبب فيها هو الميسلز فيروس يبقى ده كده الميسلز فاكسين والام ام ار فاكسين احنا قلنا ال الميسلز ما عادش بيتاخد كان بيتاخد عند 9 شهور لكن الام ام ار بيتاخد عند ايه؟ عند اه اللي هو سنه، قلت لك ده بقى اللي هو ده بره مصر 18 دي، لكن هو بيتاخد عند كام؟ عند سنه، هما الاثنين بيتا بيتاخدوا الجرعه بتاعتهم نص ملي سابق تنوص في اللي هو الايه؟ في الابر رايت ارم، عندنا الكونترا اندكيشن اللي هما الاثنين بيبقى لو منعت الطفل قليله مش هديه لا سيلز ولا ام ام ار. آه الكومبليكيشن بتاعتهم هما الاثنين بيعملوا ايه انكفالايتس وده برضو ممنوع مع البريجنانسي قد الام ام ار عندنا بعد كده بقى اخر واحد معانا هو هيباتايتس آه بي هيباتايتس آه آه بي فاكسين ايه النيتشر بتاعته قال لك ده آه كان الاول كانوا بيجيبوه من اللي هو ولسه حتى الان يعني بيجي من اللي هو البلازما آه بتاعت اللي هو كارير يعني شخص حامل اصلا او مصاب بنجيبه من, من البلازما بتاعته بس يكون بس اهم حاجه ان الشخص ده يكون عنده ايه هيباتيتس اي انتيجين نيجاتيف تمام اللي هو بتاع الانفكتيفيتي يكون ايه يكون نيجاتيف يبقى عندنا الاول كان او الفيرست جينيريشن بيجي منين إيه؟ بيجي من البلازما بتاع شخص اصلا كارير ليه بي بس اهم حاجه ان يكون عنده هيباتيتس اي انتيجين ايه نيجاتيف آه بعد كده اللي هو السكند جينيريشن او الوقت يعني بيجيبوه منين إيه؟ بيجيبوه من اللي هو عن طريق اللي هو الجينيتيك اللي هو دي ان ايه تكنولوجي اللي هو حاجات وراثيه بقى آه يبقى ده النيتشر بتاعته قلنا بقى اللي هو حته اللي هو بيبقى 0 2 4 6 انا قلت لك عندنا 3 هنقوله في الجدول الجاي ان شاء الله آه لكن بره مصر بيدوه 0 1 6 يبقى عندنا في مصر بيدوه ايه اللي هو 0 2 4 6 مانس ده الكلام ده عندنا ايه في مصر وما بين كل جرعه وجرعه على الاقل يكون فيها اربع اسابيع عندنا لكن بره مصر بيدوه 0.16 بيتاخد ازاي برضو نص ميلي انترا في الدلتويد مصر لكن بيبقى ايه انترا ماسكولار مش زي اللي هو البي سي جي انترا تمام ده انترا في الدلتويد برضو <سؤال> البوستر دوز عندنا بيبقى من 3 ل 5 سنين يبقى عندنا البوستر دوز بعد كده بندي له بعد ايه بعد 3 سنين الاندكيشن بتاعتنا عندنا في اللي هو قبل ما يتعرض اصلا للهباطايتس بندي له اللي هو بري اكسبوجر لكن في البوستر اكسبوجر بقى بعد ما جاله اللي هو ايه اللي هو الهيبوتايتس طب لو جالنا ام بقى اتصابت في اللي هو السيرد ترايمستر وهي حامل هنعمل ايه في الجنين اللي هيجي ده قال لك الجنين اللي يجي ده اول ما ينزل اللي هو اثناء الولاده على طول تدي له ايه نص ملي هيباتايتس بي اميونوجلوبولين بتديله على طول انترام اللي هو اميونوجلوبولين نص ملي بتجيب بقى سرنجه ثانيه وفي مكان تاني بقى يعني انت لو اديتها له مثلا في اليمين بعد كده تدي له ايه لو انت اديته في دراعه اليمين تدي بعد كده في الثانيه اللي هو في دراعه الشمال او في مكان تاني يعني في نفس المكان بس مكان تاني مش في نفس المكان يعني انت فاهم؟ يبقى عندنا احنا ادينا له امينو جلوبولين بعد كده هنجيب سرنجه ثانيه ونغير المكان وندي له اللي هو هيباتيتس بي فاكسين هندي له برده نص ملي من الايه؟ الفاكسين وبرده انترا الكلام ده في الجرعه الاولى، الجرعه الثانيه بقى هتديها له في الشهر الثاني، الجرعه الثالثه هتديها له فين؟ في الشهر السادس. يبقى عندنا اللي هو هيباتيتس بي فاكسين قال لك النشر بتاعته ان كان بيجيبه من شخص كارير كورونيك كارير اللي هو المرض لكن عنده هيباتيتس بي اي انتيجين نيجاتيف دلوقتي عاد بيجي عن طريق اللي هو الوراثه وكده دلوقتي, دلوقتي دي ان إيه تكنولوجي اللي هو كان بيتاخد اللي هو عند سن كام 2 4 6 وفي زيرو دوز عند ايه اللي هو في اول 24 ساعه من حياه الطفل بره مصر بيتاخد 0.16 عندنا بعد كده الدوز بتاعته بتبقى نص مللي انترا ماسكولار في الدلتويد ماسل البوستر دوز بعد كده بعد من 3 ل 5 سنين الانديكيشن بتاعته فيه اللي هو قبل ما يتعرض وبعد ما يتعرض وفي عندنا في السيرد ترايمستر عند اللي هو البريجنانسي لو ست حامل مثلا وفي السيرد ترايمستر حصل لها ايه هيباتيتس بي انفكشن قال لك الطفل اللي جاي ده اثناء الولاده على طول هحقن له ايه انترا ماسكولار اميونوجلوبولين نص مللي. آه واجيب حقنه تانية واغير المكان ده وبعد كده أديله ايه الفاكسين برضو انترا نص مللي آه بعد كده ده الدوز الاولى بعد كده الدوز التانية بتبقى آه عند الشهر الثاني والدوز الثالثه بتبقى عند الشهر السادس ده كده اللي هم الفاكسينات اللي معانا آه عندنا بعد كده بقى احنا قبل ما نتكلم في الجدول ده انا قلت لك عندنا في اتنين بيعملوا انكفاليتس كانوا مين او عندنا اول واحد كان اللي هو ال بي تي وتاني واحد كانت اللي هو الام ام ار او اللي هو الميسلز بس الميسلز ما عادش بيتاخد وكان السبب في ايه اللي هو الميسلز فيروس. آه طب ماشي عندنا قلت لك في كل اللي هو النيتشر بتاعت الفاكسينات كلها اللايف اتنيويتد فاكسين ما عدا ثلاثه مين هم الثلاثه عندنا اول واحد وهو الدي بي تي قلت لك الدي بي تي ده بيتقسم لحاجتين لي اللي هم الدي وي اللي هو التي اللي هو الدفتيريا والتيتانوس دول بيبقوا توكسويد لكن البي اللي هي البيرتسس بتبقى كيلد طب الثاني يبقى عندنا اول واحد الدي بي تي بعد كده الثاني اللي هو السولك فاكسين بيبقى كيلد فاكسين والثالث اللي هو لسه قايلينه دلوقتي اللي هو هيباتيتس بي فاكسين بيبقى دي ان ايه تكنولوجي او جينيتك يبقى عندنا كل الفاكسينات اللي معانا بتبقى لايف اتنويت معانا ثلاثه اللي هم الدي بي تي والسولك فاكسين وهيباتيتس بي فاكسين هنتكلم بقى عن الجدول ده مجمع ليه اللي هو السن اللي بيتاخد عنده الفاكسين كل اللي احنا قلناه ده uh, ده كل الفاكسينات اللي احنا كلنا اتكلمنا عنها ده كلها اوبليجاتوري فاكسين uh, يعني لازم تتاخد وبتتاخد كلها في اول 18 uh, شهر أول 24 ساعة الطفل أول ما يجي في أول 24 ساعة كده لازم أديله إيه؟ هيباتيتس بي فاكسين اللي هي الزيرو دوز. أنا لك بنديه 0 2 4 6 الزيرو دوز بتبقى في أول 24 ساعة. آه بعد كده بقى اللي هو آه في أول أسبوع بنبدأ نديله اللي هو آه اللي هو السابين اللي هو الأورال اللي هو الأورال آه بوليو فاكسين ده في أول أسبوع أه وبرضه كنت قايل لك في البي سي جي ان احنا بنديله في اول 40 يوم يعني احنا نديله برضه ممكن نديله في اول اسبوع اللي هو الين البي سي جي يبقى في اول 40 يوم اللي هم اللي هو البي سي جي لكن الزيرو دوز بتاعه اللي هو الاورال بوليو فاكسين بنديها في اول اسبوع بعد كده بقى 2 4 6 اللي هم الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم هم ثلاثه بيتاخدوا 2 4 6 اللي هو السابين اللي هو الاورال بوليو فاكسين والدي بي تي وهيباتيتس بي الثلاثه دول بيتاخدوا عند 2 4 6 شهور في الشهر التاسع بديله برضه على فكره لو واخد بالك ان السابين اللي هو الاورال اللي هو الاورال بوليو فاكسين بادئ معايا من اول الولاده وماشي معايا لحد الشهر ال 18 يعني هو معايا لحد الشهر ال 18 اللي هو مين اللي هو الاورال بوليو فكسين. يبقى في الشهر التاسع هديله برضه الاورال بوليو ولو فاكره كنت بديله الميسيلز في الشهر التاسع بس ما عادش بيتاخد طب بعد سنه؟ عند سنه قلت لك بديله الام ام ار عند السنه بديله مين؟ الـ MMR وبرده معايا مين؟ اللي هو الـ Oral Polio Vaccine. طب عند 18 شهر، عند 18 شهر بديله بقى اللي هو الـ DBT. الـ DBT اللي هو كانت البوستر دوز، يبقى بديله الـ DBT عند كام؟ عند 18 شهر، وبرده معايا مين؟ اللي هو الـ Oral Polio Vaccine، وبرده ممكن اديله الـ MMR عند 18 شهر. يبقى عندنا ده اللي هم الاوبليجاتوري فاكسينيشن آه آه اول 24 ساعه بديله هيباتيتس بي بعد كده في الاسبوع الاول بديله انا يعني كده كده ثبت بقى اللي هو الاورال ده مش هقعدش اقول ثبت الاورال آه آه نثبت الاورال ايه بوليو فاكسين في يعني في اول اسبوع اللي هم اول 40 يوم بديله البي سي جي بعد كده بقى في الشهر الثاني والرابع والسادس 2 4 6 بديله ثلاث فاكسينات مشهورين اللي هم السابين والدي بي تي بي في الشهر التاسع بديله الميسلز وبرده الايه الاورال بوليو فاكسين في السنه الاولى بديله الام ام ار طب عنده 18 شهر بنزيد على الاورال بوليو فاكسين الدي بي تي وبرده الام ام ار ودي محاضره البريفنتيف ميديسين ان بيدياتريك اند الايه اللي هو الفاكسينيشن هم الأوبليجاتوري فاكسينيشن وكده نكون خلصنا المحاضره دي وهي محاضره صغيره وفي النهايه بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته